l'appareil هذيك اللي يستعملوها الناس avec un tampon qu'on peut le coller juste à l'épaule en général, le bras, ou en même temps un terminal comme un smartphone, ou on scanne, ou on a les glycémies, donc cette technologie, et le problème اللي وقع انه كاين ناس اللي عندهم سواء اللي هنا في الجزائر ولا ايور ويقول لك باللي كاين ديسكوردونس ما بين لا غليسيمي اللي نصيبها في لو فريستايل هذاك ولا غليسيمي اللي يكون نقيس بالكابيلير لا غليسيمي بالليكتور افيك لوتوبيكور نصيبها. الوغ اللي لازم نعرفوه انه كاين فرق كبير لانه لو فريستايل ما يرفدش الدم كابيلير ما ياخذش الدم كابيلير يعني ما يديش نفس لي غوت دو سون اللي ديريهم كي نديرو الليكتور. هو عنده واحد لي ريسبتور صغار يدخلوا في تحت لابو في الميليو نسموه لو ميليو انترستيسيال. دونك الحقيقه يعني باختصار باش ما ندوخكمش بزاف بالامور التقنيه باختصار انه هو يحسب لا غليسيمي اللي عندها متاخره بخمس دقائق ما بين اللحظه اللي راك فيها الان. وهذه مهمة جدا لأنه هي سيت اون ريلاتيفيتي ما بين لا غليسيمي اللي تكون في الميليو كابيلير في الدم و لا غليسيمي اللي تكون في الميليو انترستيسيال. وعلى هذيك كاين بعض الديسكوردون والناس اللي عندهم فري ستايل عندما يحسوا بعلامات معينة من المستحسن ما يعودش كثير على الفري ستايل باش يعني يقيس لا غليسيمي. أحسن حاجة يروح للليكتور بوغ افواغ سيرتو في الحالات تاع ليبوغليسيمي. لانه ما يقدرش يديتكتيها اتون باسكو هي متاخره كما قلت لك خمس دقائق. يعني لا غليسيمي اللي نقيسها الان سكانيها الان هي لا غليسيمي اللي عندها خمس دقائق وين طافيشت باسكو يدير ان طون باش يجوز السكر هذاك من ميليو كابيلير حتى الميليو انترستيسيال. دونك باغ فوا كي تجي دي غليسيمي رابيد تقدر ال بو نو سوربروندر تقدر تجيك ديزا يكون عندك دي سيمبتوم وانت في الحقيقه كي تقيس كي تسكاني تصيب لي غليسيمي نورمال. دونك لانه الي دون اون شوت يعني راهي في لاكور اون تران دو بيسي. هذه هي اللي قادر نقولوا لانسيرتيتود الوحيده او الفرق هو هذا. اون دور دو سا موينمون بيان سور سي ان موين اكستراوردينير ونحنا مازلنا نقاوموا ونعدلوا الماكسيموم باش لي غليسي لو فري ستايل هذا يلحق للناس كامل ماذا بينا وخاصه وهذه يعني سوي بيرسونيل خاصه لي زونفون لي بوتي لي بيبي كاريمون اللي للاسف الشديد في بعض الاحيان ما نقدوش نقصوا لهم السكر من لي دوا ديالهم تال مون سون بوتي بارفوا اي اون فوا دي ايماج كان ميم كي سون ديفيسيل وين عندنا دي بيبي دو ان اون اي دمي اللي يكونوا دي ديابيتيك وهذوك نقيسوا لهم السكر من الصبع تاع الكبير لانهم يعني هذاك الصبع الكبير اللي قادرين نرفدوا منه اون غوت دو سون اي كونت اون برون لا غليسيمي توجور من لو ميم اندروا سا في كان ميم مال اي سي ديفيسيل ا سوبورتي. على هذيك هذوك بالذات اون كيلكو سورت مادا بينا تكون عندنا لا بوسيبيليتي دو لي بروندر سورتو لي زونفون اون جينيرال لي فام انسانت اوسي كونت يسون اون بيريود تاع يعني لا غروسيس سوا ديابيت جيستاسيونيل سوا كانوا دي ديابيتيك وداروا اون غروسيس دونك لازم القياسات تكون كبيره بزاف ويعني وهذا هو الهدف تاعنا. Donc, c'est la question qui est prête. Je vais commencer à répondre à les questions. Bon, je suis en train de suivre fil 2 micro afin d'éviter de rater des questions. Donc, alors, on va commencer par. Alors, merci à tous. Je crois que j'aime bien les bons commentaires, les encouragements surtout. Alors, on commence. Jamila, c'est là, oui. Bonsoir, docteur. Je peux savoir les examens complémentaires pour confirmer une hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, c'est le chromol de la route d'Araqia. Les examens complémentaires, en dehors de la clinique, il y a une alamet qui peut être موجودة. Dans certains cas, l'hypothyroïdie ne peut pas être bien. Il n'y a pas de alamet, mais on appelle l'hypothyroïdie infraclinique. Il n'y a pas de alamet bien. هذيك كي نشكو نديرو ان بيلان باغمي البيلان بيان سور لا تي اس اش و لا تي 3 تي 4 تي اس اش هي لورمون دو ريفيرونس وكثير من الناس يغلطوا يعني يحطوا باللا تي اس اش سيتون غلو سيتون هرمون اللي هي مفرزه من طرف الغده. لا 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 تي اس اش هي غده هي هرمون دائما نطلبوه
ولكن الافراز تاعو يجي عن طريق ليبوفيز اللي هي الغده النخاميه الموجوده في الراس في الدماغ واللي هي تراقب لا تيرويد هي اللي تتحكم في لا تيرويد دونك هي اللي كي تتحكم في لا تيرويد دونك هي اللي مسؤوله على كي تشوف باللي لا تيرويد ما تخدمش بزاف ترتفع هي عكس يعني ما هو ممكن معلوم انه لا تيساج كي نشوفوها مرتفعه معناها لا تيرويد ما تخدمش دونك سي ان كري دالارم شغل اللي طون تران دو كريي باش تقولنا باللي لا تيرويد ما تخدمش والعكس عندما لا تيساج تهبط فمعناها انه كي خاصه كونت لي افوندري معناها باللي لا تيساج باللي لا تيرويد راهي فعاله جدا والهرمونات تنتج فيهم بكثره هنا ندخلوا في ليبر تيرويدي وهذا هو ليكزامان ايسونسييل بيان سور كي تكون عندنا لا تيساج نزيدوا نديروا ايكوغرافي باش نتاكدوا هل هناك تاثير ولا ما كانش تاثير على الغده لانه الغده هيبوتيرويدي هيبرتيرويدي ما عندهمش علاقه مباشره بواش كاين في الغده قد تكون غده طبيعيه عاديه على الاقل من ناحيه الشكل ما كانش انغواتر ماهيش منتفخه قدر يكونوا فيها دي نودول قدر ما يكونوش قدر يكونوا دي نودول مي يكونوا فخوا يعني ما همش مؤثرين وقدر يكونوا مؤثرين في كل حالات يعني بور ريبوندر لا كيستيون تاع مدام سلاوي دابور تي 3 تي 4 تي اس اش اي ليكوغرافي ايفونتوالمون سي الميديسان كي ديسيد من بعد اذا كان يجب ولا لا alors, je connais l'autre question qui vient après. Alors, ma huwa le jadid? Alors, Sid Ahmed, il dit, le jadid fil ilaj le soukarié? كاين الجديد الجديد في العالم على مستوى العالم باش تكون الامور واضحه كاين الجديد كثير للاسف هذه ازمه كورونا عطلت كل المؤتمرات اللي كانت راح تقدم حلول كبيره بزاف وراح تقدم يعني هي اون بيرسي في الديابيت يعني تيب 1 تيب 2 مي خاصه بالتيب 1 كاين ناس بزاف تيب 1 حطوا باللي خلاص يعني هو عباره عن نقص في الانسولين كبير جدا والنقص هذا يؤدي الى خلل والخلل هذا دائم فعلا لكن ما يسمى بالتتمر الجديد هذا اللي يسموه لابوكل فيرمي اللي هو ان بانكريا ارتيفيسيال كما يسموه ايضا هي عباره عن يعني اله كوم لا بومب انسولين سوف كو لا بومب انسولين كي نديروها حنا اللي نتحكموا في لي دوز شحال نبعث وهي عندها اون غوتيير تحط فيها الانسولين ومن بعد تورغانيزي شحال تبعث حسب الطلب وحسب الرغبه تاعك هذا العكس هو يكون وسيلة حساسة للتغير تاع السكر في الدم ومجرد وين يوصل السكر إلى مبرمج باش مجرد وين يوصل السكر إلى مستوى معين الانسولين اللي تتبعث كوم بوليس مثلا ولا الانسولين فيها دوبل غوتيير تاع الانسولين رابيد وتاع الانسولين بازال اللي تدار في الليل اللي عند اللي يسموها لا لونتوس ولا ليفيمير ولا لا بازاغلا اللي هما دي انسولين بازال يقدر يبعث عادة حسب الطلب ويقدر يخبرك ويعطيك لي غليسيمي اللي راهي فيك دونك سي اون تكنولوجي كي اون افونس دارت ماش بعيده هنايا دارت جوست ان فرانس اوز ايتازوني كاين موديل اكزيستي مي ان فرانس اوسي اكزيستي اكزيستي اكزاكتومون ا مونبلييه افيك ليكيب دو بروفيسور اريك رومار دونك العمل هذا راح يكون ان شاء الله عن قريب وبالإضافة للأبحاث الأخرى اللي ممكن تكون من على 10 سنوات اللي هو الدواء الجيني هذا بالنسبة للديابيت تيب 1 خاصة ديابيت تيب 2 كاين أيضا ما يسمى بالخلايا الجذعية اللي هي ترومبلاسي لي سيلول بيتا ويقدر يعطوهم اون نوفيل في اون كيلكو سورت بما أنه لي سيلول بيتا ولت عندهم عدم قدرة على انتاج كميه كبيره ويقدروا يعطيو انسولين اللي هي يعني عندها لا سنسيبيليتي اكثر يعني باش ما تكونش عندها مقاومه كبيره كاين عده اشياء ان شاء الله شاك فوا في دي بوتيت فيديو دي انترفونسيون نحكيو عليهم باش تكون الناس على علم alors je vous souhaite une excellente et riche année merci beaucoup Elisabeth Atexaha, merci beaucoup de votre commentaire. يقدر المريض يشرب فيها عندي 3 سنوات. دكتور حبيت نسقسي على ترامادول الوقيل. هذه ليلي بيرلا تقول بازدين.
شحال المدة اللي يقدر المريض يشرب فيها؟ عندي 3 سنوات وانا نشرب. المدة يحددها الطبيب ما نقدروش نعرفه. بون حسب الشوفة راكي عندك دونك اون مالادي ديبرتيرويدي دونك بروبابلمون لا مالادي دو باز دو دونك على هذيك راكي تشربي في الدواء هذا. بصراحة ما نقدروش، ما كانش مدة محددة حسب يعني لا ريبونس تاع الجسم تاعك، حسب كيفاش يتقبل الجسم تاعك في الامر هذا. ولكن ما هو معلوم ولازم يعلموه الناس كامل، انه الغده الدرقيه عندها عندما تكون هيبر تيرويدي لمده معينه، ما تقدرش تكون هيبر تيرويدي افي، تقدر تكون هيبو تيرويدي افي، اما هيبر تيرويدي افي ما تقدرش، لانه الغده في حد ذاتها عندها يعني ما تقدرش الانتاج الغزير تاع الهرمونات هذاك ما يقدرش يستمر الى مده طويله بزاف. هذه علاش هناك مده محدده، اما من يحددها هو طبيب المعالج تاعك واللي راه يتبع فيك. الوغ fatigue Alice, docteur, j'ai des crampes type 2, âgée de 72 ans. Les crampes, madame Galise, les crampes, عندهم des أسباب كثيرة. كاين نقطة مهمة يعني لفتني النظر تاعها هذا السؤال. عادة لي ديابيتيك يكون عندهم ان بروبليم، كل شيء يحطوه سو لو كونت دو ديابيت. لا لا، سي ني با باسكو مثلا ما كنتش ديابيتيك ما يكونش عندي دي كرامب، ما يكونش عندي دي دولور، ما تكونش عندي دوخه، ما تكونش عندي فشله. شوف اول حاجه سي فغي لو ديابيت كي تكون عندك علامات معينه لازم تاكد بلي الديابيت تاعك ايكيليبري ولا لا. كان الديابيت تاعك ايكيليبري كما ينبغي ولا باس عليه، هذا يدل بلي بالضروره الاعراض هي تابعه اعراض اخرى، وما لازمش نحمل السكري كل المسؤوليه على كل العلامات اللي عندنا. اللهم اذا كان يكون السكري غير متوازن ولي زوبجيكتيف ماناش لاحقين ليهم. واش هما لي زوبجيكتيف اللي هما عندنا حسب العمر تاع الانسان وحسب العمر دو ديابيت، عمر الانسان وعمر السكري. ماهوش الانسان اللي عنده سكر عنده 4-5 سنوات كيما الانسان اللي عنده 20 سنه سكري، ماهوش الانسان اللي عنده 40-50 سنه كيما الانسان اللي عنده 70 ولا 80 سنه. الطبيب يحدد لوبجيكتيف اللي لازم تلحق له، سواء يكون بالنسبه للهيموغلوبين جليكي اللي هو السكر التراكمي، سواء يكون بالنسبه لاغليسيمي اجا ولي غليسيمي لي مورا المكلب يعني بجوج سوايع. هادو لي زوبجيكتيف هذوما لا لحقتهم بالضروره راك راك دون لوبجيكتيف. دونك السكر هنا ما عندوش تاثير كبير على تطور المرض تاعك، بالعكس تماما يقدر يكون يعني يقدر يكون مليح يعني ويكون لا باس عليه، والعلامات اللي عندك هي علامات اخرى ثانويه. الوغ Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui peut faire un... parce qu'on a une image figée ou la trouve ou tarja. Si quelqu'un peut m'orienter sur ça. Alors, j'ai des douleurs tout au long du pied, comme un pincement des crampes. Voilà, c'est toujours la même question. C'est toujours s'il y a des crampes ou la khasatan lish koubihan. C'est vrai, les diabétiques, هما يكونوا الوالع على اساس انهم عندهم يقدروا يديفلوبوا ما يسمى بلانوباتي ديابيتيك، ولكن هذا ليس قاعده. نوغو ديابيتيك يقدر يكون كاين ويقدر يكون ما كانش، ويقدر تكون هي مسبب وتقدر تكون ماهيش هي السبب الحقاني. الوغ عندي الدوخه بزاف. محمد مصطفى يقول عندي الدوخه بزاف رغم السكر نتاعي هايل والضغط مليح كي 13.8 والسكري 1 غرام الدوخه يوميا ما تخطانيش. هذا تقريبا التاكيد لي واش كنت دير. دونك اذا عندما تكون في لي زوبجيكتيف عاده يجب البحث، يا اما تكون هناك مضاعفات تاع سكري معروفه ورغم هذا. شكرا للود بي على فوم كونفيرمي كو جو سوي اونتوندو. دونك يقدر يكون هذا هو السبب ويقدر يكون سبب واحد اخر. دونك سي فري قادر تكون حتى ولو بعض عندنا بعض لي باسيون لحقنا لي زوبجيكتيف رانا لاباس معاهم ايتو، مي مالغري سا مازالوا ما لحقوش يعني لي سيمبتوم القدم نتيجه ديزيكيليبر تاع السكر مازال ما تخلصوش منهم كامله. هذا في بعض الاحيان ياخذ وقت ولازم له اضافات اخرى. فوالا. Donc voilà.
Nadia Tibibel, comment se débarrasser d'une stéatose hépatique? Alors, stéatose hépatique, qui m'a tarfou, ou un doux à la cab, t'es chahoum le cabidi. Adatan, c'est bel ou là, ou un triglycéride qui est là-haut. Alors, j'ouvre une parenthèse, j'incite nos amis qui nous suivent, qui sont nombreux, à partager cette vidéo. Kain bzefness, moumkin yejidou, ajouiba, li asila, moumkin ikounou tarhouha. في بلاصة ولا راهي تدور في رأسانهم وما كانش عندهم فرصة باش يطرحوها. بارطاجي سيت فيديو اي سيل فو بلي، سي توجور صدقة جارية للجميع ان شاء الله. دونك الاستياتوز هيباتيك هو التشحم تاع الكبد. تشحم الكبد عادة يجي على سنوات طويلة، وياخذ في بعض الأحيان في 25% تاع الحالات يقدر يروح للأسف إلى ما يسمى بالتليف الكبدي اللي هو لا سيروز دو فوا، وهنا يكون أخطر الأشكال. ولكن عادة باش نعرفوها يا إما نعرفوها بالزيكزاما كومبليمونتير، نقدروا نصيبوا تريغليسيريد خاصة كي يكون مرتفع. دائما الباسيون هذا نديروا له اون ايكوغرافي ابدومينال باش نتأكدوا باللي ما كانش اون ستياتوس. سي لا مالادي ناش كيما نسموها، عندها ان ريجيم بارتيكولييه، ولكن الريجيم تاعها مربوط اكثر باستهلاك السكريات، لان هي شحوم كما تعرفوا تريغليسيريد شحوم، لكن الاصل تاع هذه الشحوم جايه من السكريات وماهيش جايه من الفريتور ولا من اللحوم الى غير ذلك. لي فريتور واللحوم ولي غراس والزبده وغيرها، هذيك تعطي مباشره للكوليسترول اللي يتاثر فيه بطريقه مباشره وما تاثرش في الاخر. Alors, Levothyrox, Farid Mekkaoui. Alors, Farid Mekkaoui, واش يقول؟ Alors, Farid Mekkaoui, يقول TASH8, Levothyrox 87,5, هل صحيح أم لا؟ لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال. لأنه سي فغي TASH8، إذا كان الطبيب تاعك أعطاك هذه الجرعة هذه، هو راح يتأكد بعد 3 شهور. لازم تنخفض لا TASH، ما لازمش تقعد هكذاك. لازم تنخفض، وعندما تنخفض عادة يقدر يادابتي لا دوز، يقدر يقاردي لا دوز، يقدر يزيد شوية، يقدر يديرها الترني، يقدر كاين عدة دي روسيت ثيرابوتيك باش نلحقوا الريزولتا. في كل الحالات لازم لا تي اس اش تهبط، هكذا لا تيغوي تاعك تكون هناك فيها نوع من التوازن. ما هي أعراض الغدة؟ معلا كودا. ألوغ اعراض الغده ليست مرض. الغده في الليبوتيغويدي عندك اعراض، في الليبرتيغويدي عندك اعراض، ولكن في كل الاحوال الاعراض معروفه. مي هناك اعراض في بعض الاحيان مشتركه، يدوخوا اسك كاين هكذا، ولكن مي كاين اعراض تاع لا ديفيرونسياسيون واللي نروحوا. مي في كل الاحوال نروحوا فقط اللي هما اللي يعطونا اسباب حقيقيه والشيء اللي ضروري واللي يحتاج الدواء ولا ما يحتاج الدواء.